السلام عليكم متتبعين ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ربي تكونوا بخير وعلى خير احسن الاحوال. كما كتشوفوا رحنا في الدار محلمه، وانا اختي ابتسام جمعنا هذا الشيء وقلنا باش نهزوش الكاميرا نهضر مع المتتبعين ديالنا وتشوفوا ونشاركوا معاهم شحال من حاجه. اختي ابتسام فرحاتني في هذا الاسبوع هذا، داكشي علاش وصيتها بكل شيء جابته ليا المتتبعين، وكنشكرها بزاف بزاف. اختي ابتسام دائما واقفه بجنبي، دائما واقفه معايا، شكرا لها، الله يجازيها بخير، الله يحفظها، الله يكثر خيرها يا ربي، ونخلي لها الكلمه ان شاء الله. قريبا غادي تشوفوني معها ياك؟ قريبا تشوفوا مفاجاه كبيره المتتبعين. ما نعرفش المفاجاه دارتها لي ابتسام، اختي غتصدم الجميع، مفاجاه غتصدم الجميع يا المتتبعين. وراقبوا الفيديوهات ديالي، بقى تفرجوا فيهم، غتشوفوا ان شاء الله شي حاجه واعره. وتحيه لاغلى متتبعين داخل وخارج ارض الوطن، كنموتوا عليكم تحنا وكنحماقوا عليكم كما كتكتبوا لنا كومونتيرات زوينه، الله يخليكم علينا يا اغلى واحلى متتبعين. صراحه بكم رحنا مستمرين، شكرا على التشجيع ديالكم، شكرا على التضامن ديالكم معنا، شكرا على التشجيع اختي مالكة ايضا، شكرا لكم وصلتوها ل100K، شكرا لهم الله يحفظهم. واليوم الحبيب ديالنا اختي مالكة الصراحه هي من العريسات، وصاوني على شحال من حاجه يعني، وجبت لهم كاع داكشي اللي بغاو، حماقوا على الذوق ديالي، وكنقول لهم صافي الضوطفة، كنقول لهم بصحتكم وراحتكم وتستاهلوا كل الخير. واليوم غادي تجي اختي مالكة باش تشارك معكم ان شاء الله هذه الهدايا والاثمنه وكل شيء الحبيب ديالنا. صراحه الاضاءه الاناره طفات، ونكملوا معكم بلا اضاءه ماشي مشكل. زيدي صافي ماشي مشكل، المهم المتتبعين ديالنا غيقبلوا علينا ان شاء الله يا ربي. وكما كتشوفوا ان شاء الله واش غنوريكم الهدايا ولا بلاتي ولا، مهم داكشي اللي جابت ليا علاش وصيتها. يا سلام عجبني بزاف بزاف المتتبعين، بزاف ديال الناس كيوصيوني على داكشي بزاف، وان شاء الله غنشوفوا المتتبعين. هانتوما نشارك معكم البيسه ديالي، الصراحه سطات الجامع هذه البيسه هذه، كلشي حماق عليها وكل شيء عجباته، وكتجي الصراحه انيقه، والبنات كاع اللي بغاو يشريوها مرحبا والف مرحبا. نشارك معكم ان شاء الله المحل منين خديتها، كما كتشوفوا كتجي على هذا الشكل انيقه وزوينه. ايوا انتم الحبيب ديالنا، هي هذه الصراحه جات زوينه وحمقاتهم، واقيلا الحبيب ديالي راه غندير مشروع انا مع محبوبه اللي جبتها هنايا، كتعجبهم كيعجبهم بالذوق ياك ولا لا مالك؟ ان شاء الله يا رب اللي نتا كيوصيو عليها، داكشي اللي كان لبستيها كتواتيك وكيوصيو عليها. ايوا الهلا يخليك. وشكرا لاختي ابتسام كما كنقول لكم، دايما واقفه في جنبي ودايما واقفه معايا، الله يجازيها بخير، الله يكبر بها، الله يحفظها. شكرا لها المحبوبه اللي واقفين معايا، الله يجازيهم بخير، الله يعزهم كل شيء، شكرا لهم. ودابا ان شاء الله غندوز نشوف باقي واحد الشال بحال هذا يا اختي مالكة، ان شاء الله غنجيبو لك ان شاء الله. الى جاوب حيت راها صراحه اختي حسنا، راه ما نكذبش عليكم بزاف ديال الناس اللي مشاو من طرف ابتسام وحبيب بزاف، ولقاو اقبال هاد الشيلان هادو اللي كلشي كيسول منين خديت منين خديت. انا راه خديت من الناظور الحبيب ديالي، وشاركت معكم المحل، وان شاء الله الى جاوا اختي مالكة، وعلاش لا انت الاولى ومتكرهاك. ربي يخليك ابتسام، الله يجازيك بخير والله يحفظك، وان شاء الله غندوزو ابتسام. ودابا ان شاء الله غندوزو للهدايا اللي جابت ابتسام، شوف واش اختارت ليا داكشي ولا لا، داكشي اللي قلت لها واش هو هذاك ولا لا. تستاهلي بسم الله، يلا انت اللي غتجبدي بنتي. لا لا انت يا مالكة اللي غتشاركي. انتوما المتتبعين ديالي، اول حاجه هو الصاك، حمقني بزاف بزاف، زوين التليفون، زوين دير فيه غير التليفون والبسطام وشي حاجه، الصراحه زوينه وفيه جوج سماسل والله العظيم. وعندي البوط في هذا اللون نيت والله العظيم في المار. هانتوما الصاك غندوزو هنايا ولا المتتبعين ديالنا، واحسن حاجه واكبر حاجه هي هاد الحاجه هادي اللي كتوصيوني، اللي كتشوفوا البيجامه ديالي اللي كنلبسها، حمقاتهم. وصيت اختي ابتسام جات ليا في هاد اللون هذا، هانتوما جيبي دوك الشيلان هانتوما المتتبعين، شتو صراحه زوينه، راه بحال المطر، بحال المطر اللي كان لبس. انا شريت وحده، شريت وحده لمالكه وحده لرشيده، والله الا واعرين. وبزاف الناس البنات والسيمون ان شاء الله غادي نمشي للناظور
غنجيبهم كاملين اللي وصوني غنجيب لهم ان شاء الله البيجامات هادو. اليد كلبتها قيستها ابتسام وقلبتها. اكيد غتشوفوني حتى انا لابساها وتقولوا لي كيفاش جاتكم. ها هي هذه زوينه صح التصوير ما كيعطيوش كما البنات. هاد البيجامات واعرين بزاف ديال الناس شافوا ديك المطارد اللي كان لبس حمقاتهم كلشي حمقاتهم هادي جات كتشنعد من المطارد. لا المطارد عاوتاني حمقات. لا هادي حسين هادي ما غايشوفوك عاود خلاص. وحاجه الواعره الواعره المتبدين هما هاد. فين هو فين خلعني هما هاد الشيلان هادو تبارك الله فنين شي حاجه واخا غاليين شويه في الثمن. الثمن ديالهم طلع ولا اني شي حاجه طوب والله العظيم الا شي حاجه يا المتتبعين ديما هذه اللي فيها جوج سنتات هكا. انتم المتتبعين ديالي شوفوا كي جاوا كي جاني دا درتو على الشار. هذا راه ديال المتتبع اللي دايره مالكه. شوف انا ومالكه والله العظيم احنا بحال الخوات كتحيد ونلبس ونحيد ونحيد وتلبس ما عندناش مشكله. انتم شوفوا كي جا هذا تا هو جا عليها هاد اللون جا ليا ياك والله يخلف عليك الا جا ليا. هانتوما المتتبعين هاد الكحل هذا وخلعو ثاني جيبو ليا الكري حمقولي هادو بالخضر وتا كتبتي تا مع العصر ماشي كتبتي مع العصر كتبتي مع هانتوما قربانا تما شي التصوير ما كيعطيهمش حق والو والو. انا ملي كنت كنصور لتيتي شوف فاطمة الزهرة ما كاينش كيعطيهم الحق في التصوير حتى جاو هنايا عاد. هانتوما لي هادو لي كرا ماشي لي كرا هادو لي كرا الاخرين دوك هادو هما لي كرا. المهم شي حاجه ما تخافوا لي راه كتحيد لا والو واللي واعر فيهم هو عاوتاني المطر شي حاجه واعره المطر عاوتاني والكحله حتى كيجاو ولا قربي لهنا سيما كيعطيهمش التصوير حق داك شوفوا تبارك الله واعر. دابا هدا عندو اللون صفار نيشان هنا في الكاميرا كيبان بات موطرد. وهذا وهذا يا المتتبعين هاد السكان لي عجبوني بزاف. هانتوما هانتوما حمقني هاد السكان واعر الساك زوين تهزي فيه بحال داكشي ديال التصوير تهزي. هذا راه مغيهز ليك والو هذا تهزي ديال الفيلم طب هذا وهذا غتهزي. كندير انا هادي شنو كانت فيه داك الماتيريال ديال التصوير داكشي اللي كاين نهزو فيه غير الماتيريال ديال التصوير وداك داكشي المهم اللي كنحتاجو. وشكرا لختي ابتسام دايما مكبره بيا ودايما داكشي اللي قلت لها تديرو ليا الله يحفظها ليا والله يجازيها بخير الله العظيم. عليك عليها ما عندي منك 10 يا مليكه ربي يخليك اختي يا مليكه وحده داكشي اللي كاين. وانت شحال عندك ابتسام؟ وحده والله ما عنديش ابتسام اخرى والله العظيم الا غير وحده. عندي يا مريكه وحده طويهم باش يبقاو هيا ثم اكتو مزيان باش يبقاو في هذا ديالهم. انتم المتتبعين المهم مليكه كتشارك معكم داكشي اللي كاين ما كتخبر لكم حتى حاجه. المتتبعين ديالي بزاف كنخبر عليهم حتى حاجه. الله يجازيكم بخير الله يحفظكم الله يكبر بكم كما كتكبروا بيا. شكرا على التعليق ديالكم الزوينه الله يحفظكم. ولاني هذا عاوتاني قال لهم شيماء قصوا شيماء شتي ما درتو حتى الكحل. انا المتتبعين كنموت على الكحل حتى الكحل شي حاجه والله العظيم زوين زوين شي حاجه. هذا هما اللي كيعجبوا معايا انتو باقيين بالتيكيت ديالهم هادو المتتبعين. وغنقول لهم الثمن المتتبعين راه كيديروا 250 درهم لواحد ليلى 250 درهم. ولكن ما الملكه 250 ياك ما حسبتي ليش 250 انا حسبتها باش كتحسب لي حسنا وشكرا لاختي حسنا اللي صيفطات لينا اللوينات غير ما كاينينش اللوينات هنا راه في الطوموبيل كون وريناكم صراحه. والمتتبعات اللي بغات شي حاجه مرحبا بها عند ابتسام الحافظ نسيت لكم واخا بغيت لكم نقدر اجي يا سميره 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 ايوا انا كنوري داكشي اللي شريته سميره. السلام عليكم سمعت لو قناة السلام عليكم على قناة أم نسيمة. أي كانت الفنية كده تفنى بس كانت من تكونوا بخير وعلى خير. إحنا جينا نشوفوا شنو كسر شنو شريت مالك مشيت ولا زرو ما مشيناش هادشي جاتو ليا ابتسام اختي من النظر. ايوا بصح شوف يا سمير عطينا السلام عليكم ديري عداء ليك ساعة سمير داكشي اللي دارت كت هاي كيجي معاها حيت لابسه حيت محمراها بالنعمان
سميرة تبارك الله ما شاء الله. ويحتى سميرة عزيزة ولا وليكي جا وي وكي جا سميرة جاك واعرة سميرة. سميرة شوف زيانيتي يا سميرة وخارك زوينة زاد جمال جمال زين والله الا كيزين والله الحوايج اللي كيزيدو حتى واش في الزن والله والله تسعنا اللي خدمت والله وهاد البيجاما هادي شتها بصح مالك قبل اوا بحال ديالي واه فين بصحت فين بصح بصح يا اختي سميرة وشكرا وربي يخليك ساكتي الله يسهل عليك ويخليك وخلاص هذا اللون هذا المطارد هذا وهذا الكري هذا الله يهزر يعني اختار بنات زوينين ايوا صافي ملكة زوينة وكتختار شي حاجة زوينة وهاد الصاكة سميرة شتي في الزغر لا لا جبتو ليا من الناظر وهذا أقربتني ديك الساعة لا أقربت الغودة هادي أقربت عجوج زوينة صباح زوينة كتعجبني حتى أنا زوينة التليفون والبسطة دابا كتهز داك التليفون والبسطة باش تبقى يهزهم هكا لا بحال المطالع ديال التصوير كنبقى نهزهم هذاك التليفون هادا كتخدم البسطة والتليفون كتمشي هكا تهز مبقا تهزو مبقا كان شويه تنهكص غير تنهد لا ندير شي غرفه كبيره بصح زول بصح تكون الصحة والراحة صحة اختي شي حاجة مزيانة شكرا الله يا شتي الحوايج الله ينور عليك وشنو شي حاجة حوايج شي حاجة والله حوايج شي ردوا علينا تا هما ردوا حيت لبسي كتعجبني يعني قريش زوين بصح ايوا الحوايج اللي كيردوا علينا كتبان لي واش فيك كاع ولبس شي حاجة مدربلاش باش تجي معاك والله ما تجي والو نوضي تسنى انت شي على بلاصتي انا نوضي بصح البيجامه باش نشوف كيجي زين نوضي شي خاصك ديري هذا وهاد الشعر بديتي هذا كيجي معاه ما تبغي الكاميرا دابا تشوفي مع ابتسام باغي وقفي الفيديو حتى تفرج مع ماما ايه تبارك الله اذا جا معاك ملكة داك الشيء زوين يا زوين يلاه ملكة زيد زيد حنا كنتسناك وكنتسناك انت تبيع لنا ملكة واحد جوج ثلاثة تبارك الله عليك كي جيت ها ملكة ولات وحدة أخرى ملكة اللي زوينة زوينة ملكة أنتم تبارك الله بحال البيجامة المطرد اللي كتحمقكم إن شاء الله قلت لكم فين ما مشيت للنظر نبقى نشري واحد اللون لون تنكمل ان شاء الله زوينين فيهم الجياب وعرفتي اللي زين فيهم ما كيفناوش انا راه عندي ما من سنه والله ما كيفناوش وانت شافي ما كيخسرهمش والله الا ديك المطارد اللي عندي كنصلاجه غير ما كاين لا حتى حاجه شنو كيجمع هاد اللبس جا هو هذا هو ديالها راه هذا الطيب حتى داك فين في الطيب هذاك اللبس جاتك فين ياك بصحة ايوا شكرا اختي سميرة الله يسلمك شي حاجة ان شاء الله شي ايوا المتابعين ديالنا نتمنى يعجبكم هذا الفيديو ديالنا ونخلي معكم ابتسام هذاك الشيء اللي كنقول لكم غير المتابعين نتمنى يعجبكم الذوق ديالي اللي اختاريت اختي ملكة وكنشكركم بزاف بزاف واي تساؤلات الا بغيتو تسولوا على ابتسام بغيتو شي حاجة تواصلوا على النمرة ديالي مرحبا اللي بغا شي حاجة نصردها له علاش لا على الراس والعين ايوا نتمنى يعجبكم هذا الشيء وحتى زوين ما شاء الله كما عجبنا حنا عجب ملكة حتى انا تتبعينا غادي نتمنى اليوم غادي نبقى نكتبوا في الكومنتات قولنا كومنتيرات نتمنى يعجبكم هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وتسناو فيديو جديد ان شاء الله